واحة مدينة الحجاج والتي تتبع لمنطقة معان التنموية هدية ومكرمة غالية من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى حجاج بيت الله الحرام لتوفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين المتجهين إلى الديار المقدسة. وقد تم تجهيز المدينة وبناؤها وفق الطراز المعماري الإسلامي لتتناسب والغاية التي تم إنشاؤها لتكون معلما حضاريا واستثماريا يسهم في رفض الاقتصاد الوطني. هذا وقد استقبلت واحة الحجاج قوافل الحجيج من أردنيين وغيرهم، حيث عمدت منطقة معان التنموية وبتوجيهات من رئيسها التنفيذي المهندس حسين كريشان إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتخصيص مكاتب للرعاية الصحية مزودة بالمستلزمات والأجهزة الضرورية وتوفير العلاج مجانا لهم، إضافة إلى مكاتب للدفاع المدني مجهزة بسيارات الإسعاف والمعدات اللازمة ومصليات لتسخيرها لراحة حجاج بيت الله الحرام. في الواقع استقبلنا الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، راجعوا العيادي الموجود في منطقة معان التنموي في واحة الحجاج. طبعا كانت العيادي مجهزة تجهيز كامل، وهنالك جزئين، الجزء الأول الجزء القسم العلاجي في هذه العيادة، والقسم الثاني هو القسم الإرشادي للحجاج خاصة مرضى الضغط ومرضى السكري. بنعطيهم بروشورات، بنعطيهم نشرات صحية حول تعاملهم مع المرض خلال رحلة الحج. هذا المركز الأول. المركز الثاني لمديرية صحة معان فتح في منطقة المدورة، سيتم استقبال جميع الحجاج هناك. المرضى منهم إن شاء الله بروحوا وبرجعوا بالسلامين. حجاج بيت الله الحرام رفعوا أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يحفظ الأردن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، مشيدين باستقبال أهل معان وكرمه الأصيل، حيث تم تقديم الضيافة من مأكولات ومياه باردة وعصائر وألبان للحجاج في لفتة تدلل على أصالة المدينة اتجاه ضيوف الرحمن. نشكر المملكة الأردنية الهاشمية ملكا حكومة وشعبا على هذه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام لضيوف الرحمن، متمثلة بوزارة الأوقاف الأردنية المرافقة لوفد الله سبحانه وتعالى إلى بيت الله الحرام. بفضل الله أنا آتي في كل عام لحج بيت الله الحرام وأرافق حجاج بيت الله الحرام. ما رأيته وما رآه الحجاج في معان، حقيقة في مدينة معان، الله يحفظ معان وأهل معان، يجعلها سخاء رخاء بأهلها وبأمن وأمان. أنا أبارك وأشكر القائمين حقيقة هذه التوسعة، هذه الخدمة، هذه الراحة التي تلقاها حجاج بيت الله الحرام في مدينة معان هي راحة لا توصف. والله المدينة ما شاء الله حلوة ومرتبة وفيها جميع الخدمات، فيها حمامات، المي متوفرة مش زي الاستراحات الثانية، الضيافة الشنينة، العصائر، المي الباردة، في أماكن غرف غيار للنساء ودشات، ما شاء الله يعني إنجاز عظيم. وشكرا لمدينة معان وفي ظل الحكومة الرشيدة وفي ظل جلالة الملك عبد الله بن الحسين. أول ما فتنا مدينة معان استقبلونا أهل معان والطيبين اللي الكرم معروف عنهم من قدم الزمان، يعني وهم أهلها، يعني استقبلونا المية الباردة، استقبلونا بالعصير، استقبلونا باللبن العربي الأصيل كمان، والضيافة الكريمة والوجه البسم والخدمة الممتازة في معان. واحة حجاج معان تعزز الهوية الإسلامية وموقع المدينة التاريخي كممر أساسي للحجاج المسافرين برا لأداء مناسك الحج والعمرة. استعدادات وتجهيزات مثالية اتخذتها منطقة معان التنموية في واحة الحجاج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المتجهين إلى الديار المقدسة لإداء